على طاري الشكر، فيه كان في جلسات جميلة فعلا لبعض المتسابقين في رتمهم، خاصة بعض الجلسات الطربية الإنشادية، الأداءات الحلوة اللي جالسين نشوفها. نبغى أشكر والله العظيم، أنا أبغى أشكر إنهم يستاهلون الشكر. خليني أشكرهم أول شيء، شكرا لكم، ونتمنى أنها تفعل أكثر. طيب محمد دعيرم تفضل. ما خلص فهد ما ييش أشكرك أنت، الله يعطيك والله عارف. اليوم حصلت الأمانة طرب محمد الدنعة هذه الربعة إبداع، جلسة كانت رايقة. يسعد التفاعل الحقيقي. أنا أجده عند طيب. عند جميل الوتيبي، عند صالح بلوي، عند مشعل، عند أحمد حنيف، عند علي عساف. علي عساف يعني علي عساف علي عساف علي عساف متطور، علي عساف متجلي، علي عساف كل يوم رتمه أحسن من الثاني. إن شاء الله تعالى نتعرف على نواف بن عياش، لأن قبل يومين كنا نشوف جمهور نواف بن عياش، ما كنا نشوف نواف صح، ما كنا نشوف نواف بن عياش. أنا أعتقد أن الشباب عندهم شيء. عايض الحارثي طلع صاحب روح خفيفة، لو أنه يترك الوقاحة الزايدة، حتى أمس بعد الفقرة ترى أخطأ على معجب. أنا أطبغى معجب معجب اليوم، تفضل استغرف التواصل بشكل سريع قبل أمس ختام المباراة. معجب القحطاني طلع سمع عزيز صادق عايض يوم قال أن جاي تنصحني قدام الها وعشان يجيبونك بالكوفي شروب وجبنا. إيه نعم طيب عنده بعد نظر. والله والله فيه والله في جلسات أنا أحب أتابعها للأمانة. في شغله ما انا الفتها اليوم قايم بسام بن عشق يبي يوجه شكر لاداره بمناسبه اللوكيشن، اول ما جاي يتكلم قال له ما حد يسالك اللي يقوله. يا اخي شو والله يا الربع، يعني لو انا وياك جالس وتسويها الحركه هذه حلوه جميل، بس مو قاعد صلوا على النبي وهذا صارت اصغت ليل الاذان جيت اتكلم قلت ما حد يسالك بايخ. يعني يعني الشكر تراه روح، فإن قلت شكراً فشكري لن يوفيه. يا أخي الشكر، الشكر شيء زين عادي إني أشكر. وفيه مقطع على المكان خلاص. فهد معيان أشكر. والله والله أشكرني. والله والله ما والله خلاص. والله تشكرني. والله ما أشكر. طيب أشكرني على أي شيء. والله ما أشكر. خايف الله. والله الشكر حلو. أنا أحب لغة الشكر. يا أخي لا تشكر. النفس تحب أن تشكر. يا أخي لا تحب أحد يا أخي. زعلتنا يا أخي. من دخل واحد شكرت طالع. أنا أخطأ واعتذر. شكرت. وأنا أقدر أفيد صوت فهد. والله حق. طيب عزيز زين بس بقول حاجه سم. اللي هو عايض الحارثي في مقطع مصني او اني بحثت عن اللي لقيته